هل هناك أصوات عراقية داعمة وحاضنة لداعش والقاعدة؟ وهل حقا كما يدعي البعض أن قوات المالكي هي التي جاءت بداعش من أجل توفير ذريعة لضرب الأنبار؟ هل تبالغ الحكومة العراقية في حجم القاعدة وتهول من عددها لأغراض سياسية ومكاسب انتخابية؟ هل صحيح أن العنف في العراق يهدف إلى تدمير البلاد وتفكيكه؟ وأن مخطط التقسيم ماض بدماء العراقيين؟ هل ستقام الانتخابات البرلمانية في موعدها؟ وهل سيترشح المالكي لولاية ثالثة؟ هل هناك جناح متشدد في ائتلاف دولة القانون؟ وهل صحيح كما يقول البعض أن الصقور سيدمرون ائتلاف المالكي؟ مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، احييكم في هذه الحلقه الجديده من برنامج المنصه مع ضيفي من العراق عضو ائتلاف دوله القانون النائب الشيخ عدنان الشحماني. مساك الله بالخير سعاده النائب. مساكم الله بالخير والسلام عليك وعلى مشاهدي قناتكم الكريمه. عليكم السلام وسعداء ان نلتقي معك عبر شاشه قناه الكوت الفضائيه. ودعني ابدا معك سعاده النائب من الحدث الابرز على الساحه العراقيه اليوم، وهو ما يتعلق بالوضع في منطقه الانبار. كيف تصف اليوم الاوضاع العسكريه والامنيه في منطقه الانبار؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هي نستطيع ان نصف الحاله وصفين، الوصف الاول على مستوى المعركه والمواجهه كمعركه بجزئيه المعركه، هو هنالك تقدم للقوات الامنيه بشكل واضح وملحوظ، وهناك خطط امنيه متواصله ومعالجات دقيقه نتوخى فيها الحذر ان يكون هنالك ضررا للمدنيين الذين تحاول المجموعات الارهابيه داعش والفصائل الاخرى التي معها ان تتمترس بالمواطنين، فلذلك هنالك دقه وحرص من الاجهزه الامنيه لا يكون هنالك تماس وضرر بالمواطنين، فالعمليات تسير بهذا الاتجاه. هذا من جهه. من جهه اخرى ان ما يحصل في الانبار هو مخطط له من فتره زمنيه ليست بقليله، هنالك سعي نعلمه استخباريا وفق معلومات رقميه ودقيقه لدينا من فتره زمنيه ليست بقليله ان يؤسس الى حاضنه في العراق وخصوصا في الانبار وامتداد الصحراوي الذي يصل يربط هذه المحافظات بالموصل وصلاح الدين بشكل منطقه صحراويه كبيره وفيها جيوب رمليه كبيره جدا. هنالك تخطيط من القاعده ان تتخذ هذه المنطقه حاضنه جديده وبديله لسوريا في حال فشل هذه المجموعات الارهابيه هناك، وتكون معسكرات، وبنفس الوقت سعت هذه المجموعات الإرهابية إلى صناعة حاضنة بشرية تؤهل هذه الحاضنة الأرضية إذا صح التعبير عليها. فكانت هنالك انطلاقة ما يسمى في ساحة الاعتصامات التي حصلت في الأنبار لتستفيد منها القاعدة بشكل كبير جدا وتستثمرها. أصبحت القاعدة تدخل إلى ساحات الاعتصام وتجند هناك وتضغط هناك. أنا سأتحدث بعد قليل سعادة النائب أكثر على موضوع القاعدة في العراق وبدأ تغلغلها، لكن بالنسبة لداعش اليوم إلى أي مدى تغلغل داعش في العراق اليوم سواء في الأنبار أو في مناطق أخرى، إلى أي مدى ذلك التوغل؟
يعني حضراتكم أنتم تعلمون ومتابعون لهذا الشأن، وأصبح المواطن كذلك العربي متابع بدقة كل هذه المسميات: داعش، النصرة، الجبهة الإسلامية، ما يسمى دولة العراق الإسلامية، دولة الشام الإسلامية، كل هذه المسميات خرجت من رحم القاعدة، وبالنسبة بتحت مسميات أولاد القاعدة أو بنات القاعدة ما شئت فسمي، ومرة تتحد، مرة تنفصل، مرة تختلف، مرة تتحرك وفق ما تراه عسكريا مناسب إلها، أو وفق ما تراه صانع القرار أو من يقودها من خلف الكواليس أن تتغير حركتها. فبالنتيجة بالنسبة لنا العراقيين كل هذه المسميات هي القاعدة، هي الإرهاب بفصائلها بتسمياتها، وما في هذا نتعامل معه على حد سواء بغض النظر عن التسمية أو الفصيل. طيب، كان لك تصريح سعادة النائب قبل أيام ذكرت فيه أن التخلص من داعش وإخراجه من الأنبار يحتاج إلى وقفة جادة من قبل العشائر وأبناء المدن ضد الإرهاب، وأن لا يكون حواضن لهم على أفراد العشائر الضغط على المجاميع المسلحة، وأن يستعينوا بالجيش القاعدة أو داعش حينما لا تجد صوتا في مئذنة داعمة لها ولا تصريحا من سياسي في الإعلام مدافعا عنها ستغادر الأنبار. كأنك تقول أن هناك حاضنة بشكل أو بآخر من قبل بعض العشائر العراقية في الأنبار، هل هذا الكلام صحيح؟ يعني اولا دعونا لا نطلق هذه التسميه الدقيقه. العشيره مفهوم كلي تحته مصادر كثيره. العشيره مفهوم، لا توجد عشيره على المطلق هي سلبيه، ولا توجد عشيره على المطلق هي ايجابيه، والشعب العراقي كله ابناء عشائر وينتمي الى عشائر. بالنتيجه القاعده من ابناء العشائر العراقيه موجوده، ومن يقاتل القاعده من ابناء العشائر العراقيه الموجوده، ومن يقاتلهم بالنفس العشائري، ومن يقاتلهم بالاجهزه الامنيه، فكل من هو موجود على الساحه العراقيه هو من العشائر العراقيه، بالاضافه الى القوات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة التي دخلت إلى العراق. طيب، سواء كانت من مرة أخرى، هل هناك حاضنة من قبل بعض العشائر أو بعض المنتمين إلى العشائر في العراق؟ بالنتيجة هل هناك حاضنة من قبل بعض المنتمين إلى بعض العشائر العراقية؟ نتيجة طبيعية. أنا أحيل السؤال لك وللمشاهد الكريم، هل يمكن أن يتوقع أحد أن تأتي القاعدة من خارج العراق بلا حاضنة داخلية؟ كيف يدخلون البيوت؟ كيف يتحركون؟ كيف يتبضعون؟ كيف يتجهزون؟ كيف يجمعون المعلومات؟ لا يمكن، هذا كلام غير منطقي طبعا. قد يكون هناك سيطرة من قبل هذه القوات، قيادات في القاعدة كبيرة. سعادة النائب، قد يكون هناك سيطرة أو سيطرة بالقوة على بعض المناطق، وإرادة بعض السكان هذه المناطق مسلوبة، ليس بالضرورة أن يكون هناك حاضنة أو قبول من قبل أبناء هذه المدن لتنظيم القاعدة أو داعش. لماذا تفرض أن نعم هناك قبول لهذه الفئات؟ لا، إذا تكون دقيق معي اسمح لي أوضح لك القضية. في القاعدة، ألا يوجد في القاعدة وفي داعش عراقيين؟ هذول العراقيين أبناء هذه المحافظات، بالنتيجة أكو عراقي متفاعل معها ينتمي إلى عشائر العراق. أنا لا أعني أنه هنالك مسمى عشائري اسمه قاعدة، أبدا لا يمكن ذلك، لأن الشعب العراقي كله عشائر، عشائر العراق سنية وشيعية ومتداخلة ومترابطة، وبالنتيجة لا يمكن أن نعمم ظاهرة سلبية على عشيرة ولا ظاهرة إيجابية بالمطلق على عشيرة. طيب، كل العشائر بهذا الضعف من جهة والقوة من جهة. طيب، النائب أحمد المساري عن قائمة متحدون قبل أيام وجه اتهامات لرئاسة الوزراء، وذكر أن التنسيق بين داعش وقوات المالكي واضح، قوات المالكي هي من جاءت بداعش وأدخلتهم الأنبار من أجل توفير ذريعة لضرب المدينة، لكن أهل الأنبار يحاربون داعش وبدأوا يستعيدون الأنبار من جيش داعش والمالكي، وستحكم السلطة المحلية في المحافظة ولا يريدون دخول الجيش. هناك تحالف مبطن من قبل القوات الحكومية مع داعش بهدف اقتحام المنطقة كما يقول النائب. يا أخي، هذه مضحكات، يعني هاي صفصطة حقيقية واضحة جدا، يعني من المخجل أرد على مثل هذه الصفصطة الغير منطقية والغير، أحيانا أكو صفصطة
منطقية بعض الأحيان يرتبوها، لكن بهذه الصفصطة ليس لدي جواب أن أقول لأحمد المساري وهو يدافع عن هذه المجموعات الإرهابية وهو داعم لهذه المجموعات الإرهابية في خطاباته، وهو يبيح الأنبار لهؤلاء الأفغان وهؤلاء الشيشانيين وهؤلاء الأجانب أبناء عشيرته وأبناء جلدته. هذا كلام مو منطقي. يعني المالكي من جهة يتهموه متواطئ مع داعش، ومن جهة يقاتلها، ومن جهة مختلف وياهم سياسيا. أولا، ما يحصل في الأنبار هو خطة كبيرة مدعومة إقليميا ودوليا كالذي يحصل في المنطقة بشكل عام ومترابط. طيب. وهؤلاء أحمد المساري وغيره والله يعلم علم اليقين أن ما قاله ليس حقيقة، ويعلم علم اليقين أن ما قاله كذب. طيب. ولكن لا يجرؤ أن يقول الحقيقة. طيب. إما يخاف صوت العراق وإما مرتبط من جهة أخرى بهذا. طيب. المشروع سعادة النائب، موقع صوت العراق نقل عن بعض شيوخ عشائر الأنبار أن الحكومة العراقية تبالغ في حجم هذه الجماعات الإرهابية وتهول من عددها لأغراض سياسية وتحقيق مكاسب انتخابية على حساب أهالي الأنبار. يعني هذا لا توجد فيه دلالة منطقية بدلالة الفلوجة ساقطة بمدينة بيد الإرهابيين. لسنا نحن، ليس المالكي من قال أن الفلوجة ساقطة بيد الإرهابيين. محافظ الأنبار قال ساقطة بيد الإرهابيين، رئيس الحكومة قال ساقطة بيد الإرهابيين، عشائر قال ساقطة بيد الإرهابيين، قائد الشرطة قال ساقطت بيد الإرهابيين. حرقت مراكز الشرطة بتصريح وفق الشرطة ورؤية الشرطة، تم الاستيلاء على المراكز الصحية على المراكز الحكومية. هذا كلام مو منطقي. يعني إذا كان كل هذه الهيمنة والسيطرة على الفلوجة مهول، فما هو الذي هو حقيقي وكبير؟ هل يسقط؟ طيب. العراق بعد ذلك يقولون فعلا هذه جاءت قوة عسكرية. طيب. هذا كلام غير منطقي. طيب. وقواتنا تعطي شهداء وتعطي تضحيات، والعشائر تعطي تضحيات، وهنالك فصائل مسلحة كبيرة ومدعومة إقليميا ودوليا. طيب. طيب. ويراد بها تهيمن. نعم. على منطقة الأنبار ثم. طيب. تنطلق للعراق. طيب، البعض يلقي باللائمة في المرتبة الأولى على سياسة الحكومة العراقية، وأن هذه السياسة أدت إلى تفاقم الأوضاع في منطقة الأنبار بسبب تراكمات كثيرة، وهذا الكلام منقول عن النائبة في القائمة العراقية السيدة لقاء مهدي، ذكرت إذا كانت هناك معلومات استخباراتية عن انتشار فكر داعش على الساحة الأنبارية فإن هذا يأتي نتيجة الفشل والسياسة الخاطئة للحكومة في الملف الأمني والسياسي. الحكومة لم تعرف أن تتعامل مع مواطنيها في هذه المناطق، بسط الأمن في هذه المناطق كان عن طريق مواطنيها والعشائر والصحوات، لكن نجد أن الحكومة قامت بمكافأة هؤلاء بسياسات خاطئة كالاعتقالات والإقصاء والتهميش. تعليقك. يعني وماذا تتوقع من الدكتورة الزميلة لقاء أن تقول ذلك وهي تسكن تلك المناطق الساخنة وتخشى على أبناء على عائلتها وعلى نفسها؟ لكن أنا شاهد عيالها بالتالي قاعد تنقل ما تشاهدها بأم عينها. أولا عفوا ما سمعتك. قد تكون هي شاهد عيان على ما على ما على ما يجري على الأرض هناك. نحن شهود عيان أخي. اليوم في هذا العالم المفتوح إعلاميا وهذه التكنولوجيا وهذا الرصد العالمي أصبح مفتوح على الجميع. اليوم العالم شاهد عيان. الذي بأمريكا ممكن أن يكون شاهد عيان، وأنت ممكن أن تكون شاهد عيان على أمريكا وفق هذا الإعلام. واليوم أنا من العراق تراني وتسمعني وأسمعك وترى بالصورة والصوت. هذه قضية شاهد عيان أصبحت في ذلك الماضي ممكن أن نتحدث عندما لا يرى الإنسان. القضية ليست مرتبطة بالسياسة، ولكن هؤلاء النواب يحاولون أن يغيروا هذه البوصلة ويغيروا الهدف الحقيقي ويعطوا فرصة للإرهابيين مرة أخرى كما أعطوهم في مسألة الاحتجاجات والتظاهرات والاعتصامات التي حصلت. القضية فعلا هي ليست سياسية. أين الموضوع سياسيا أمام مجموعة داعش؟ العالم، كل العالم يرى هذه القاعدة فصيل إرهابي، واليوم يحمل السلاح ويقاتل، من جهة يقتل المواطنين ويحاول ينفذ السيطرة عليهم، ومن جهة أخرى يفجر في مناطق العراق، ومن جهة أخرى يواجه الأجهزة الأمنية. أين الموضوع السياسي؟ هذا فيما يتعلق بداعش، وتحدثنا قبل قليل عن داعش، لكن البعض يتحدث عن مشاكل سياسية يعاني منها أهل الأنبار تراكمت وتفاقمت
وجدت داعش منفذ لها للدخول في الساحة العراقية. لماذا لا تعترف الحكومة العراقية بأن هناك تقصير هي تتحمل الجزء الأكبر منه؟ لا أبدا لا يوجد تقصير، وهذا تبرير غير منطقي، وهذه دعوة للأسف الشديد من هذول السياسيين أنه يقولوا لهم الأبناء الأنبار والمحافظات روحوا صيروا إرهابيين لأنه صار تقصير في الخدمات مثلا. هذا منطق خطير ومنطق سيء ومنطق يجب أن يعاقبون عليه. يعني اليوم مفترض الدول الخليج لو حصل في بعض مناطقكم تقصير في بعض الخدمات، يعني هل هنالك دعوة أن تنضموا إلى القاعدة وتقاتلون شعبكم وتفجرون في المناطق الأخرى؟ هاي دعوة أصلا غير منطقية، أقل ما يوصف هي سخيفة جدا. غير منطقية عندما يحصل تقصير النائب. أو اختلاف بالرؤية عندما يحصل أخي نعم هذه الدعوة التي تصفها سعادة النائب أخي غير خليك. منطقية إذا ما عندما يحصل الوزراء العراقي السابق السيد إياد علاوي الذي ذكر ما حدث في الأنبار امتداد لانتفاضة الجماهير في أغسطس عام 2011، جوبهت هذه التظاهرات بالقمع والاعتقالات، ومما أضاف على اعتصام عشائر الأنبار الكرام بعدا جديدا هو تأجيج البعد الطائفي السياسي والمسؤول عن ذلك الحكومة العراقية سواء بالخطابات أو الممارسات لا 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 التي استمرت بمعاقبة لا 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 الأنبار. الاعتصام كان سلميا ولم تصدر منه أنشطة ضد الحكومة. الحكومة تركت المعتصمين لأكثر من عام من دون حوار أو تطمينهم بأنه لا توجد نوايا عدائية. الحكومة تركت هذا الواقع، تركت هذه المشاكل تتفاقم مدة عام كامل كما يقول إياد علاوي، أدى هذا بالمجال إلى اقتحام القاعدة وداعش وتطوير الأمر سلبا. هذا ليس صحيح أخي العزيز، هذا ليس صحيح. أولا حصل حوارا حكوميا مع المتظاهرين، لكن لا يوجد رأس للمعتصمين. القاعدة مسكت المكان التظاهر لأنها تستفيد بشكل كبير من الاعتصام، ولا يجرؤ أحد أن يفاوض الحكومة ويقول أنا صاحب القرار. دعني أحيلك إلى ما يكذبون ويدعون أن الحكومة تصادر. أخي النظام العراقي الآن مقسم بهذا الشكل، لكل محافظة من محافظات العراق تمثيلا داخليا بما يسمى مجالس المحافظات. هذا مجلس المحافظة ينتخب المحافظ وينتخب الحكومة وينتخب إدارة المحافظة، وهذا المجلس تخصص له ميزانية مالية مثله مثل أي محافظة من محافظات العراق. فالحكومة المركزية لا تتدخل في البناء ولا تتدخل في المشاريع ولا تتدخل في الخدمة، تعطي الأموال كاملة إلى المحافظ وإلى الحكومة وهي التي توزع وتبني. هذا من جهة. المكون السني إذن في محافظاته هو حر وحكومته بيده وهو ينتخب من يريد وأمواله تصل إليه، هذا من جهة. من جهة أخرى موجودون في رئاسة مجلس النواب ممثلون في التشريع، ممثلون في الوزارات السيادية والوزارات الأخرى ابتداء من وزارة الدفاع ونائب رئيس الوزراء ومرورا بالوزارات الأخرى، فلا يمكن أن نقول ألغيت حقوقه طيب. على الإطلاق طيب. أما حرية التعبير فأعطيناهم حرية التعبير بشكل كبير طيب. حتى العالم رأى أعلام القاعدة على المنصة والهتاف الهتافات المشهورة، إحنا نحن تنظيم اسم القاعدة نقطع رؤوس ونقيم الحدود على المنصة طيب. وأمام العالم كله طيب. يسمع طيب. ويرى طيب. ذلك، ورأينا المسلحين بأعيننا طيب. ورأينا السيارات المفخخة تنطلق من هناك ويقتل الأجهزة نعم. فهذه طيب. علاوي أنا أود أن أستمع إلى فلا لا يوجد ظلم على كلام لا يوجد ظلم أخي 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 لا يوجد ظلم. النواب متهم بالإرهاب، بعضه متورط يقينا، هؤلاء مرتبطين بأجندات دولية. من هم هؤلاء النواب المرتبطين بالإرهاب؟ سأستمع منك الإجابة بعد هذا الفاصل القصير. إن لم تتخذ التدابير الكافية لحماية الشيعة من الحكومة فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي، فسنسارع، هو هنا الإعلان، سنسارع إلى تشكيل لجان شعبية تحمي الشعب العراقي من الإرهاب. وأقول لكم جميعاً
ألم تعلموا أن من يمكن القاتل من نفسه يحاسب حساباً عسيراً؟ ليس من المنطقي أن نقتل ونخسر الدنيا والآخرة ساكتين ولا نسمع أي صوتاً من الآخرين. سنتخذ مواقف إن عجزت الحكومة وإن عجزت القوى السياسية والشيعية من اتخاذها. وشكراً لكم. حياكم الله مشاهدينا الكرام، لا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا من العراق عضو ائتلاف دولة القانون النائب الشيخ عدنان الشحماني. سعادة النائب، قبل الفاصل كنا نتحدث عن المشهد العراقي الراهن اليوم وما يتعلق بالوضع في الأنبار، لكن وأنت اعتبرت أن لم تحمل الحكومة العراقية أي مسؤولية في تردي الأوضاع، لكن بعض النواب العراقيين سواء المنتمين إلى القائمة العراقية أو بعض النواب الآخرين المستقلين أرجعوا أو ألقوا باللائمة بالمرتبة الأولى على سياسة الحكومة العراقية بالفشل. لكن المفارقة أن كان لك تصريح سابق ذكرت فيه في فبراير 2011 أنك كنت تدافع عن حق المظاهرات وحق التعبير السلمي، وذكرت من حق الشعب التظاهر ضد تردي الخدمات، على الحكومة أن تواجه هذه التظاهرات بمعالجة مطالب المتظاهرين وما يقوم به المتظاهرين حق مشروع. حق مشروع، لماذا اعتبرت في ذلك الوقت حق مشروع للتظاهرات، واليوم كما ذكر قبل قليل النواب القائمة العراقية تعترض على حق التظاهر اليوم في الأنبار؟ لا، احنا ابدا لم نعترض على حق التظاهر، بالعكس قلنا ولا زلنا نقول نحن نعترض من الخطر القادم من مساحة التظاهر، لأنه أنتم رأيتم والعالم رأى أنه هذه المنصة بدأت تستغل من القاعدة والمجموعات الإرهابية، ووضحت التسجيلات واضحة وبثتها كل فضائيات العالم، موجودين مسلحين ورأيتموهم أنتم والعالم رآهم، وأعلام القاعدة ترفع على المنصات، وهذا فيه خطر من وجهة نظرنا. يعني عندما يرى الشاب الأنباري على المنصة رجال القاعدة وأعلامهم وراياتهم، ويقف إلى جنب هؤلاء رجال دين وشيوخ عشائر وشخصيات سياسية، هذا يعطي انطباع للشاب الأنباري والشاب العراقي أن هذه القاعدة ليست كما يصفوها منظمة خطيرة وإرهابية، وبالنتيجة يمكن أن نتعامل معها وممكن أن ننخرط في صفوفها، وهذا ما حصل. فبفترة زمنية قليلة جدا استطاعت القاعدة من خلال هذا الظهور أن تجند عدد كبير جدا من الشباب وتؤثر بهم من جهة، ومن جهة أخرى تبتز وتضغط على الآخرين، ومن جهة أخرى تستخدم مكان المنصات إلى غرفة عمليات. فما ذهبنا به وخرج عمليات كثيرة وقتلوا الكثير، ما ذهبنا به هو أن ترفع هذه الاعتصامات إلى أن تعالج هذه المجموعات الإرهابية التي انتشرت في الأنبار، ثم بعد ذلك لا بأس أن يعودوا إلى مطالبهم، وعلى الحكومة أن تسمع مطالبهم. نحن مع مطالب الشعب العراقي من قال غير ذلك. السيد صالح المطلق نائب رئيس الوزراء العراقي ذكر بأن الزج بالجيش لاقتحام المدن خطيئة، مكافحة الإرهاب لا تكون عن طريق الزج بالجيش داخل المدن، وإنما عن طريق الجهد الاستخباراتي. ألم يكن من الأجدى سعادة النائب استنفاض جميع الوسائل والطرق السلمية أو الاستخباراتية قبل الولوج إلى ساحة الأنبار عن طريق استخدام القوة؟ أخي العزيز، عندما تكون مجموعة إرهابية من 10 أشخاص، من 15 شخص، أغاتي من 25 شخص، ما يخالف يبذل جهد استخباري ومتابعة وسعي باتجاه معالجتها، لكن عندما تواجه جيش من القاعدة يجب أن تواجهه بجيش. ليس من المنطقي، الموجود من القاعدة هناك أخي فصائل كثيرة وكبيرة وتمتلك تكنولوجيا عسكرية وتمتلك أسلحة كبيرة ومتطورة، دخلت من الدول التي دعمت سوريا وتسربت هذه الأسلحة إلى هذه المجموعات، لا يمكن مواجهتها. يعني كيف يمكن، أنا أسأل صالح المطلق، كيف يمكن مواجهة شخص يحمل قاذفة أو أحادية بجهد استخباري بمسدس عيار 16 أو عيار 13؟ هذا كلام مو منطقي، يعني يريد يقتل أجهزتنا. لذلك معركة عسكرية حقيقية، هي مو مجموعة مسلحة 52 و50 و100،
أعداد هائلة وكبيرة جدا جاءت من أفغانستان ومن الشيشان ومن دول العالم ككثير، ومن فرنسا حتى، ومن الدول العربية خليجية وغير خليجية، واليمن مقاتلين أشداء متدربين ويمتلكون أسلحة كبيرة جدا. يعني لم تستطيع الأجهزة الأمنية الموجودة في الأنبار مواجهتهم. طيب. ولذلك هبت العشائر والأجهزة الأمنية والجيش. طيب. وإلى الآن نواجه مشكلة في في معالجته. وإذا الجيش ما يحمي شعبه، طيب، لعش يسوي بالجيش إحنا ذا ما يحمي شعبه. طيب، رئيس كتلة المواطن نائب سيد بيان جبر ذكر أننا أيدنا العمليات العسكرية للجيش والشرطة ضد إرهاب داعش، وحذرنا من استخدام الحل الأمني مع أهالي وعشائر الأنبار، وقد اتضح لكل ذي عينين وتفحص البيان بشكل دقيق النتائج التي حذرنا منها. حذر من الحل الأمني الذي يبدو أن نتائج الوخيمة بدأت الآن تظهر على الساحة. لا، هو أنا بس أسأل سؤال، الحل الأمني كن يوضح، هذا خطاب انتخابي مع احترامي لزميلي، هذا خطاب انتخابي، كن يوضح الحل الأمني اتجاه من؟ لم يحصل حل أمني اتجاه مواطن، وإنما الحل الأمني اتجاه الإرهاب، اتجاه القاعدة. المطالب المشروعة نحترمها، والحكومة المحلية في الأنبار هي تستغيث يا أخوان. الحكومة المحلية، ألا يكفي محافظ منتخب يمثل الشعب الأنباري؟ زين، ألا يكفي المجلس المنتخب في محافظة الأنبار يمثل الأنبار؟ ألا يكفي رئيس المجلس يمثل الأنبار؟ ألا يكفي شيوخ العشائر تمثل الأنبار؟ ألا يكفيكم عندما يأتوكم شيوخ العشائر والحكومة ورئيس الحكومة والمحافظ والأجهزة الأمنية يقولون نحن بحاجة إلى دعم الجيش والمعالجة؟ إذن ما دور السيد رئيس كتلة المواطن في ذلك؟ ليس له الحق أن يتحدث نيابة عن هؤلاء، هؤلاء هم يمثلون الأنبار، وهؤلاء هم الذين يستغيثون، وهؤلاء هم الذين ينكون بنار داعش والمنظمات الإرهابية، وهؤلاء هم الذين يعتدى على أهليهم وأموالهم وأمنهم ومصالحهم. الأنبار اليوم متضررة، مدارس متوقفة، مستشفيات متوقفة، أسواق متوقفة، تجارة متوقفة. طيب. إرهاب يصول ويجول داخل مناطقهم. طيب. هذا مو كلام منطقي يتحدث به الأخوان. للأسف الشديد هذه مزايدات انتخابية غير واقعية. طيب. ونحن نواجه فصيل إرهابي خطير جدا. طيب. وحشي. طيب. أخطر ما أنتجته البشرية عبر تاريخه. طيب. وهذا بصفتك سعادة النائب، بصفتك عضو في لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، كان لك تصريح في سبتمبر الماضي ذكرت فيه أن لجنة الأمن والدفاع النيابية أعدت تقريرا حددت فيه مكامن الخلل بالملف الأمني، ومن ثم الانتقال إلى محاسبة المقصرين من القادة الأمنيين. اللجنة أصبحت لديها رؤية كاملة لما تحتاجه الأجهزة العسكرية. من سبتمبر إلى الآن الوضع في تصاعد، في تطور دراماتيكي خطير جدا بسبب تفجر الأوضاع الميدانية، وأنت ذكرت أنكم حددتم في لجنة الأمن والدفاع مكامن الخلل. لماذا لم نرى نتيجة على أرض الواقع؟ يعني ليش اكو تطور بشكل جيد على الملحوظ بدا يصير بعد الاجهزه الامنيه؟ مكامن الخلل بدينا نعالجه ونشخصه، قسم من عندها ضمن امكانياتنا كلجنه امن ودفاع ومجلس نواب، وقسم من عندها ضمن امكانيات الحكومه نقلناها، اللي ضمن امكانياتنا هي تشريع ساعدنا بها، رفع الميزانيه ساعدنا به، وقسم من عندها حتى خارج امكانيتنا وامكانيه الحكومه، هذه مثلا افترض التجهيز والاسلحه المتطوره، الطيران وغيرها، هذا مرتبط بالدول المصنعه، وأنتم تعلمون والمشاهد الكريم يعلم أن هذه الدول المصنعة لا تتعاطى مع الأسلحة كأي بضاعة أخرى مرتبط بالمال فقط، وإنما السلاح يباع بالشيئين، بالمال وبالموقف السياسي. يعني يحتاج أن يكون هنالك توافق بالمواقف السياسية مع الدول المصنعة للأسلحة بالإضافة إلى المال. ونتيجة مواقفنا الوطنية ومواقف الحكومة الوطنية من الأحداث التي تكون في الساحة وخصوصا في سوريا، أن نأي بنفسنا بشكل عدم التدخل السلبي، وانما رؤيتنا ان تعالج سوريا ملفها يعالج بالحوار السياسي لا بادخال هذه المجموعات الارهابيه. طيب. اصبحت هنالك يعني من الدول المصنعه تباطؤ في تجهيزنا. طيب. طيب. فاذا شيء مرتبط دوليا ليس بايدينا، وشيء بالحكومه وشيء بمجلس النواب. طيب. انت علقت على او وصفت زملائك النواب في البرلمان العراقي ممن يعارضون العمليات العسكريه اليوم في الأنبار، ووصفتهم إما أنهم مرتبطين بالقاعدة تنظيميا
أو أن تصريحاتهم تنطلق من مصالح انتخابية. بهذه البساطة فصلت النواب إلى شريحتين، إما تكسب انتخابي وإما ارتباط بالقاعدة. لا يوجد بعض النواب لديهم مخاوف حقيقية على الوضع في العراق اليوم؟ أنا قسمت إلى ثلاث مستويات، مو مستويين. مستوى واضح فعلا كما ذكرت، هو مرتبط بالقاعدة وبالمشروع ويقبض الثمن من دول إقليمية معروفة موجودة تمول هذا المشروع، يقبض الثمن وليس له خيار أن يقول غير ما تريد تلك الدول وغير ما تريد القاعدة. هذا واحد. الثاني خائف من القاعدة لأنه ضمن منطقة حدود وحواضن القاعدة، فيخشى على نفسه وعلى عائلته وعلى أرحامه ومتعلقيه. والثالث منافس انتخابيا يعتقد أن الانتصار الذي يحققه دولة رئيس الوزراء أو القائد العام للقوات المسلحة أو الحكومة العراقية هو مكسب انتخابي سيكون لقائمة السيد المالكي، فبالنتيجة سيخسرون. فلا بد من تصوير المشهد تصويرا غير مشوها على أنه لا يواجه مجموعات مسلحة إرهابية، والعالم كله كل العالم يؤكد أن هذه مجموعات إرهابية والآخرين يقولون طيب. تحل سياسيا طيب. يا أخوان أنا فقط أحيلكم إذا اسمح وقتك سيدي الكريم، أنا أثير قضية واحدة باختصار. دعونا نفترض فرضية محال وأنا لا أفرض هذه لا أؤمن بها، نفترض أنه هذا ارتفاع السلاح وقتل الشعب العراقي والتفجير في كل مكان هو نتيجة مطالب سياسية. هل من الصحيح والمنطق أن يكون شخص ما يطالب بحقوق سياسية يذهب باتجاه قتل الشعب العراقي والأبرياء ونتعاطى ونتعامل معه؟ طيب. أنا أعتقد طيب. إذا ثبت أن هنالك سياسيا من وراء هذه المجموعات المسلحة يجب أن يعامل معاملة الفصائل المسلحة. طيب. هذا ليس من المنطقي الذي تحدثت عنه مطالب سياسية تروح طيب. أن تفجر الأسواق طيب. وتفجر المدارس. هذا الدعم السياسي الذي تحدثت عنه أنت بشكل واضح وصريح حملت المسؤولية فيه إلى بعض الأفراد في القائمة العراقية، بعض النواب في القائمة العراقية، وذكرت في مارس 2013 أفراد من القائمة العراقية يتحملون مسؤولية التحريض كرئيس البرلمان أسامة النجيفي، خطابه معبأ ويفتح الأفق أمام العصابات الإرهابية، هناك من يقدم تسهيلات للمجموعات المسلحة موجود في الحكومة. هذا اتهام خطير لرئيس البرلمان ولبعض المنتمين للقائمة العراقية بأنهم يدعمون الإرهاب بشكل أو بآخر. يعني أنا أولا لم أتهمه بشكل واضح أنه داعم للإرهاب، وإنما قلت خطابه تحريضي وواضع عندما يقول الشيعة ويقول السنة، هذه المفردات يستخدمها، وعندما يقول هذه العبارة المؤسفة يقول عندما يذهب الشيعة يقاتلون القاعدة، القاعدة تنزعج من ذلك أو لا ترضى بهذا المعنى، وإذا قاتلتهم السنة يعتبرهم تقاتلهم الدولة. هذه مفاهيم خاطئة وغير صحيحة، ودائما يخرج ويقول السنة مهمشون، السنة مظلومون، السنة لديهم حقوق. هذا تحريض. زين، ما أنت رئيس مجلس النواب، جيب لهم حقوقهم. ما عندك وزراء في مجلس النواب، ما عندك محافظين، أخوك محافظ وأنت تحكم الموصل وأخوك يرجع الميزانية، خبره حاسب الموصل. فبالنتيجة هذا الخطاب اللي احنا اعترضنا عليه من جهة أخرى، فعلا لدينا في أعضاء مجلس النواب مطلوبون للقضاء، والمطلوب للقضاء بتهم إرهاب. فبالنتيجة أنا لم أتي بشيء من جيبي ولم أتهم أحد جزافا، لكن الخطاب التحريضي إذا ما رجعتم لخطابات رئيس مجلس النواب، للأسف الشديد هو رئيس مجلس النواب العراقي طيب. يتحدث بهويته طيب. السنية طيب. لا يتحدث وأنه هو رئيس طيب. مجلس النواب للسنة والشيعة. فيما يتعلق لم أتهمه أنا هذا الذي ذكرت. فيما يتعلق برئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي، هذا التصريح نقل عن النائب عن القائمة العراقية السيد حميد الزوبعي، ذكر أن أسامة النجيفي يعمل على إنجاح عمل مجلس النواب ولا ينحاز لكتلة معينة أو طائفة. مطالبة دولة القانون بإقالة النجيفي عن منصبه الحالي تهدف لخلق أزمة جديدة بالبلاد لأنها لم تكتفي بالأزمات التي اختلقوها سابقا. هل بالفعل تطالبون بإقالة النجيفي من منصبه كرئيس للبرلمان اليوم؟ يعني اولا انا من وجهة نظري انا لا ارى يمثل الشعب العراقي بشكل كامل، وخطاباته واضحة ومفردات
دقيقة جدا وخطابه متحيز بشكل دقيق وواضح. أنتم ممكن تشخصوه، العالم ممكن يشخصه بهذا الشكل، ونحن ليست أزمتنا سياسية الآن يا أخوان. أنا أكرر، الأزمات السياسية لا تذهب إلى الدماء، تذهب إلى الطرق الحوارية، وهنالك إقليم، وهنالك دول عالم، وأمم متحدة، ومجلس أمين، وهنالك دستور، وهنالك قوانين، وهنالك مجلس قضاء، ممكن معالجة الخلافات السياسية، لكن لا نذهب إلى دعم المجموعات الإرهابية بعنوان أن هنالك مجموعة مشاكل سياسية. ولو افترضنا هنالك مشكلات سياسية، هل هذا يخوننا أن نقف بوجه الحكومة التي ذهبت تقاتل القاعدة وداعش؟ هذا كلام غير منطقي. طيب يا أخوان، ومردود، وهذا قفز على الحقيقة بشكل يؤثر على العراق بشكل كبير. هذا الكلام الذي أنت تعتبره غير منطقي ذكر بشكل آخر النائب العراقي ظافر العاني، وذكر الأحداث الجارية في الأنبار ليست حرب الجيش ضد الشعب ولا الشيعة ضد السنة، إنها حرب السلطة، حرب الامتيازات السياسية، حرب رئيس الوزراء، وهي خارج الدستور والضوابط الوطنية، حرب سياسية صرفة لا علاقة لها لا بالشيعة ولا بالسنة. هو هذا هو ظافر العاني لم يكن إيجابيا في حياته أبدا، لم أراه في يوم ما إيجابيا. أولا دستورية بصفته القائد العام للقوات المسلحة، قانونية بصفته هنالك مجموعات إرهابية قتلت وتقتل بشكل مستمر، وآخر عملية قتلت القائد العسكري لمحافظة الأنبار، وثانيا واضح ورآه الشعب العراقي رأي العين، مجموعات مسلحة تفتك وتقتل بالشعب العراقي، فمسؤولية المالكي وطنية وشرعية وإنسانية قبل أن تحتاج إلى تفويض من ظافر العاني أو غير ظافر العاني. وليس لظافر العاني أن يقول غير ذلك الكلام، لأنه رجل يبيع ويشتري الكلام. طيب. لمن نصبه. طيب. في هذا الموقف. طيب. ليس لظافر العاني الكلمة بالمعنى. الكلمة لشيوخ. طيب. الأنبار. طيب. طيب. الكلمة لمحافظ الأنبار. طيب. الكلمة لحكومة الأنبار، الكلمة لشرطة. طيب. الأنبار. احترام لأن من يكون ظافر العاني أمام هؤلاء؟ طيب. يا إخوان. طيب. انصفوا الأنبار. الأنبار تقتل وتهتك. طيب. ذكرنا هذا الكلام قبل قليل سعادة النائب، ما هو تعليقك على الموقف الأمريكي اليوم من الأحداث في العراق والنية عن إرسال الشحنات من المعدات العسكرية لمساعدة الحكومة العراقية باختصار بالجواب إذا ممكن؟ نتمنى تكون نية الولايات المتحدة جادة. لو كانت الولايات المتحدة جادة جهزتنا من زمان بالأجهزة والأسلحة، ولم تضيق على الدول التي ممكن أن تجهزنا بالأسلحة، وكان اليوم أنهينا الإرهاب. أنتم تدرون هاي العمليات اللي قمنا بها ضد داعش، ما أن وصلتنا السمتيات الحربية الروسية يومين والثالث امتطى صهوتها هؤلاء الفرسان الشجعان وذهبوا يقاتلون هذه المجموعات، ورأيتموهم كيف يقتلون هؤلاء المجرمين في الصحراء. بالنتيجة نتمنى على أمريكا، نتمنى على الدول التي تقف بوجه الإرهاب فعلا في العالم أن تكون على مجلس الأمن أن يقف موقفا صحيحا من الدول التي تواجه الإرهاب. اليوم ما نراه مجلس الأمن والأمم المتحدة وأمريكا تفتح الأبواب لتجهيز العصابات الإرهابية ولا تفتح الأبواب لتجهيز الدول التي تقف بوجه الإرهاب. العراق يواجه أخطر منظومة إرهابية بالعالم منذ أكثر من 10 سنوات، وهو لا يمتلك طيارة مسيرة، وهو لا يمتلك طيارة عسكرية، وهو لا يمتلك أسلحة متطورة ولا يمتلك تكنولوجيا، والمجموعات المسلحة تمتلك أسلحة متطورة. خلال سنة في سوريا جهزت بأسلحة متطورة كبيرة وكثيرة، ومنظومة اتصالات عجزت الحكومة السورية مع كل إمكانياتها أن تمسك بهذه المنظومة، منظومة الاتصالات. نتمنى على العالم أن يكون جاد، لكننا لا نعتقد أن هنالك جدية، لأن هنالك مشروعا دوليا يحاول أن يقسم المنطقة ويذبح كل من في المنطقة. طيب بعد الفاصل سعادة النائب ستحدث عن المبادرة التي أطلقها السيد عمار الحكيم والمبادرة التي أطلقها السيد أياد علاوي والانتقادات والهجوم الذي تعرض له النائب عدنان الشحماني بعد دعوته إنشاء لجان شيعية لحماية المناطق الشيعية، مع سادة المشاهدين بعد هذا الفاصل. We'll be right back.
الإنسان اليوم تعاني فعلا من ازدواجية معيار تلك الدول والأنظمة القادرة على تطبيق وتفعيل القوانين. هذا ازدواجية هذا المعيار منطلقة من مصالح تلك الدول، من مصالح تلك الأمم الكبيرة جدا التي هي نافذة وتسيطر على القرار في العالم عن موضوعة حقوق الإنسان في السجون. نعم نحن مع حقوق الإنسان في السجون، لكن لم يتحدث أحد على الإطلاق عن حقوق الضحية. لماذا لم يتحدث عن حقوق الضحية؟ أنت تأتي وتتحدث عن حق شخص ما قتل 100 و200 أو أكثر من ذلك، تريد له حق، لكن لا تتحدث عن حق الضحية المقتول، ولا تتحدث عن حق الأرملة، ولا تتحدث عن حق اليتيم، ولا تتحدث عن حق الأم التي تكلت بولدها، ولا الأب الذي فجع بولده. هذا معيار سلبي وخاطئ، ليس له ارتباط بحقوق الإنسان أصلاً، مجرد من حقوق الإنسان هذا دعم أصلاً لهتك حقوق الإنسان عندما أنت تتحدث عن حق القاتل أو المعتدي أو المجرم دون أن تتحدث عن حق الضحية. حياكم الله مشاهدينا الكرام، لا زال حوارنا مستمر مع ضيفنا من العراق عضو ائتلاف دولة القانون النائب الشيخ عدنان الشحماني. سعادة النائب، هناك بعض المبادرات التي رشحت في الآونة الأخيرة تتعلق بإيجاد حل سياسي للأزمة. أولى هذه المبادرات صدرت من رئيس الوزراء العراقي السابق السيد أياد علاوي، ومجموعة من النقاط حوت مبادرة علاوي من ضمنها سحب الجيش من المدن، توقف أبناء العشائر عن العمليات والمظاهر المسلحة، إحلال قوات الشرطة لحفظ الأمن، البدء بتنفيذ المطالب المشروعة للمتظاهرين، وإطلاق سراح المعتقلين الأبرياء. تعليقك على مبادرة علاوي. يعني أخي، أولا أبدأ من الأخير، ليس لمصلحة الحكومة أن تعتقل بريء، اعطوني فد مصلحة منطقية تتحقق للحكومة في اعتقال بريء، هذا واحد. والقضاء يأخذ مسارة، ليس للحكومة يد على القضاء، متى ما شاء القضاء يطلق ويعتقل، قضية غير مرتبطة بالحكومة، واحد. ثانيا تحقيق مطالب المعتصمين، تحقق الجزء الأكبر منها الذي هو مرتبط بالحكومة والذي أحيل إلى البرلمان عطله أسامة النجيفي. كثير من المطالب تصنفت إلى 3 مستويات: قضائية وحكومة تنفيذية وتشريعية مرتبطة في مجلس النواب. ما لمجلس النواب أحيل المجلس، وما للحكومة أحيل الحكومة، وما القضاء أحيل القضاء. فليس للحكومة أن تفرض على المجلس ولا على القضاء، ولم تؤخر مطالبها الحكومة في تنفيذها. هذا من جهة. من جهة أخرى أن يسحب الجيش، هذا ليس يقرره علاوي الذي أكثر إقامته في لندن وإلى اليوم لم يقف يصل إلى مجلس النواب ويكون عضوا فاعلا كما انتخبه الشعب ومؤتمن على صوت الشعب ويأتي إلى مجلس النواب، لم يحضر مجلس النواب إلى هذا اليوم. وبالنتيجة هنالك عصابات إرهابية كبيرة جدا تجوب الشوارع وأسقطت محافظة الفلوجة ومن قبلها الرمادي وصحراء الأنبار وقطعت الطريق. هو لم يحضر نائب أياد علاوي، لم يحضر إلى البرلمان، قد يكون هذا الكلام صحيح، لكن في المقابل الرجل يعني بادر إلى طرح مبادرة لانتشال الوضع المتأزم في العراق، طرح مبادرة سياسية. هل تؤيدون هذه المبادرة أو لا تؤيدون هذه المبادرة؟ أجبت على المبادرة أخي، أجبت قلت هذه المبادرة لا مكان لها، كل الذي يتحدث عنه نحن تحركنا به، وجاي أجيبك فقرة المبادرة، جاي أجاوبك عليها فقرة. إذن ترفضون مبادرة علاوي سحب الجيش؟ نقول هذا لا يمكن. ترفضون مبادرة علاوي؟ شلون ترفضون في دولة القانون مبادرة علاوي؟ لا، هو هي المطالب اللي أخ لا مو هذا أخي العزيز، هو ما قال، نقول هو في دائرة العمل، وبعض المطالب غير منطقية التي يدعو لها، غير منطقي يسحب الجيش، يعني تهتك الأنبار، يعني يقتل الشعب الأنباري. ليس لعلاوي أن يقرر. من يقرر يا أخي؟ اسمعوني أرجوكم، من يقرر؟ أنا أقول لك شيوخ عشائر الأنبار
وأقول لك المجلس المنتخب للأنبار، مجلس محافظة الأنبار، وأقول لك حكومة الأنبار، وأقول لك محافظ الأنبار، وأقول لك مؤسسات الأنبار، تستغيث ليأتي الجيش ويخلصنا، وتقول لي علاوي؟ طيب يا أخي هاي مغالطة مو منطقية. ما راح أقول لك علاوي، ما راح أقول لك علاوي. الحكومة المسؤولة والشعب. ماذا عن المبادرة التي رشعت خلال الأيام القليلة الماضية والتي تتعلق بمبادرة السيد عمار الحكيم؟ هل تؤيدونها؟ هم تعرضونها؟ تدعمونها؟ أخي لا مبادرة السيد الحكيم ولا مبادرة علاوي، ضد، لسنا ضد أي مبادرة، ولكن نقول لهم إخواننا سادتنا الأعزاء، القضية غير مرتبطة بإشكاليات سياسية، القضية مرتبطة بفصيل مسلح إرهابي كبير في العالم، كل العالم يعرفه، ليس لديه مطالب سياسية، أسس دولة سماها الدولة الإسلامية في العراق، يعني يريد أن يسقط نظام الدولة العراقية الديمقراطية الحديثة، ويريد أن يعيدنا إلى الفتاوى. هذه المجموعات اللي نواجه، أليس معنى داعش هو الدولة الإسلامية في العراق وفي الشام؟ يا أخي احنا نواجه مشروع، مو نواجه مطالب جزئية. هذه مغالطات. طيب. يا أخوان، أما المطالب في إعطاء أهل الأنبار، لسنا متأخرين على أهل الأنبار. طيب. ولا الأنبار تختلف عن محافظات العراق. نعم. لها حقوق كما للمحافظات الأخرى تأخذ حقوقها. طيب. أخي طيب سعادة النائب، طيب أنا ودي أرجع بالمشهد إلى 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 الوراء قليلاً، إلى بعض أشهر كان لك تصريح أثار زوبعة في المشهد السياسي العراقي حول مطالبتك بإنشاء لجان شعبية بهدف حماية المناطق الشيعية. أنت طبعاً تحدثت عن هذا الموضوع في أكثر من مناسبة وفي أكثر من تصريح، لكن اليوم بعد التعاطي الحكومي مع ما يجري في منطقة الأنبار تحديداً، هل لازلت عند فكرتك أم تراجعت عنها؟ زين زين زين، أنا أسألك سؤال وأسأل المعترضين بكل وضوح، كلهم ماذا يقولون اليوم على الأنبار؟ ماذا يقولون؟ ألا يقولون على الحكومة أن تخرج وتدعم العشار، والعشار هي تقاتل وتدافع عن نفسها؟ أليس صحيح؟ أجبني أرجوك، مو هذا اللي أسألتني به قبل شوية؟ لا أنا ما راح أسألك، صح؟ أنا سألتك قبل شوية، يعني أنا نعم أنا أنتظر منك الجواب. لا لا، ها انت الان، هم انت سالتني قلت لي يقولون العشائر تقاتل وعلى الحكومه تنسحب، مو كلهم قالوا هيجي؟ زين انا اللي حكيته شنو قلت؟ قلت هذا حزام بغداد، مناطق حزام بغداد اللي بيها اقليات شيعيه عليها استهداف خاص، والحكومه عليها ان تتعاون وياهم وتشكل بهم لجان شعبيه تتعاون ويا الحكومه في مواجهه الارهاب. وين الاشكال؟ ليش من باؤهم تجر وباؤنا لا تجر؟ واضح جدا يا اخي مغالطات سياسيه. ليش اللي انا ادعي طائفيه وتطرف واللي يدعوه هم مو طائفيه وتطرف؟ ليش اللي ادعي انا خارج القانون والذين لا يدعونه هو خارج؟ طيب. القانون إذا عندما تعتبر الحكومه إذا تساند عشائر. طيب. عندما تساند الحكومه. طيب اذا تعتبر ما 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 طالبت فيه هو حق مشروع ولا يخالف القانون، لماذا زميلك في البرلمان العراقي النائب ابراهيم المطلق طالب الادعاء العام بمقاضاتك وفق الماده 9 من الدستور التي تنص على حظر تكوين ميليشيات والتحريض الطائفي، وذكر كلام المطلق في الوقت الذي نسعى الى بناء دوله المؤسسات نتفاجئ بدعوه لتشكيل لجان شعبيه على الشعب العراقي عدم الاصغاء الى الاصوات الشاذه التي تحرض على الطائفيه والعنصريه؟ هذه التصريحات الغرض منها الترويج للحملات الانتخابيه. البعض اعتبر دعوه النائب عدنان الشحماني هي دعوه الهدف منها تكسب انتخابي. هسه شو يريدون يسموها؟ خلي يسموها، مو مهم ما شو يسووها، المهم هذول الناس تحميهم الحكومة وتخلق نوع من التعاون. ليش احنا مو بالأنبار والموصل وهالمناطق مواكم مؤسسات مدنية اسمها الصحوات عسكرية؟ الصحوات منو أسس الصحوات؟ منو يجهز الصحوات بالأسلحة؟ منو يتابع مع الأسلحة مع الصحوات ويسانده ويحركه؟ ليش الصحوات موجودة يصير يعني مناطق الأنبار وغيرها وما يصير الصحوات على هاي المناطق اللي تواجه تهديد من القاعدة؟ إلو يشعود هاي يصير مجالس إسناد ودولة ما يصير لهم؟ ما لها علاقة. يعني أنا ما طالبت شيء خارج القانون ولا حجد فشي أسيبي لآخرين، كما أسسنا على غرار الصحوات نؤسس هنا على غرار الصحوات. الصحوات كانت في مقابل مع الحكومة، لا ميليشيات خارج القانون. نعم سعادة النائب، البعض اعتبر أن تأسيس الصحوات كان في مقابل مواجهة الخط القاعدي أو خط داعش، الجماعات المتطرفة الإرهابية في العراق، لكن دعوة النائب عدنان الشحماني لتأسيس هذه اللجان الشعبية الشيعية، البعض اعتبر
باعتبارها أن الهدف الأساسي منها هو محاربة المنتمين إلى المذهب السني في المكون العراقي. وهذا كلام النائب عن مجلس النواب عن ائتلاف متحدون خالد العلواني، ذكر أن تصريحات النائب الشحماني دعوة للميليشيات للعمل والقتل في المحافظات السنية. يتحدث عن ما في نفسه للأسف الشديد، هذا يكشف عن ما في نفسه. هو يبدو أنه هو ثقافته هيك وتوجهه هيك طائفي، أنا ما عندي هذا التوجه الطائفي، أنا أنظر إلى أبناء الشعب العراقي كلهم مكون واحد وأنتمي لهم وأحبهم وأتعاطى معهم جميعا وليس بهذا الدافع. وبعدين أنا قلت هذه المجموعات أو اللجان ترتبط بالحكومة والحكومة تنسق أداءها وتحركه، لماذا يصح لهم ولا يصح لنا؟ هذا كلام غير منطقي. يصح لهم اليوم يدعوننا على الحكومة أن تجهز العشائر وتتركها، هذا من جهتهم صحيح. أما أنا إذا قلت ذول اللي مغضوب عليهم من القاعدة جهزوهم ونسقوا وياهم يصير دعوة طائفية، خب هو هم دعوة طائفية طيب. نفس الشيء متشابهة، ولذلك طيب. قلت لك لما باهم تجرباؤنا لا تجرب طيب. نفس الشيء طيب. هو يدعو أن العشائر تتسلح والحكومة تخرج من الأنبار، هذه مو دعوة طائفية. وأنا أقول هذه الأحزاب بغدادي اللي يتعرضون للضغط يا حكومة احميهم ونسقوا وياهم، هاي دعوة طائفية طيب. هاي صفصطة كلامية طيب. كلامك اللي ذكرته سابقا في تصريح سابق سعادة النائب، ذكرت أن الأزمة السياسية في العراق كانت موجودة وما زالت وهي إرث المرحلة الماضية، فالعملية السياسية هي عبارة عن صراع. برأيك متى ينتهي هذا الصراع في المشهد العراقي اليوم؟ يعني أنت لا تنسى جنابك، التغيير في العراق، تغيير الديمقراطي في العراق لأول مرة يحصل في تاريخ العراق، أن تشترك كل مكونات الشعب العراقي في إدارة الحكم، ونحن الشيعة كمكون لنا الحق، لم نشترك بالحكم. هذه الدولة العراقية بشكل حقيقي منذ مئات السنين، ونحن الأكثرية في العراق، واليوم المرة الواحدة في تاريخنا تكون لنا ممارسة ديمقراطية ويكون لنا مشاركة في إدارة الحكم، مشاركة وليس تفردا، مشاركة نؤكد مشاركة في مجلس الحكم، والآخرين للأسف الشديد يرفضون مشاركتنا. هاي الإشكالية هاي نواجهها واحدة. الثانية اليوم المنطقة كلها متوجهة نحو تغيير بإدارة دولية، والوضع في سوريا ووضع في مصر وفي كل دول العالم العربي العفو، اليوم هنالك ثورات وهنالك كتغيير نحو الديمقراطية. لماذا لا يحق للعراقيين أن يكون بلدهم ديمقراطي وهم يحكمون أنفسهم بأنفسهم؟ لماذا يريدوننا تحت نير دكتاتور يحكم العراق لزمن طويل متفرد بنوع وبلون واحد؟ وهذا ما حصل. الأكراد مهمشون، الشيعة مهمشون عبر تاريخهم في العراق، يقتلون الشيعة في عمليات كبيرة ويقتلون الأكراد في عمليات كبيرة، واليوم حق هناك ادعاءات من المكون السني أيضا في العراق. هؤلاء الذين عفوا اسمح لي هؤلاء ينتمون إلى البعث، إذا أسمح لي أكمل فكرتي، هذول ينتمون إلى البعث، إلى النظام الدكتاتوري السابق، وأصبحت القضية من الصعوبة أن يتقبلوا شركائهم في الوطن يكونون شركاء في الحكومة، ولذلك مستمرين في أن يكونوا شركاء حتى مع الشيطان من أجل إعادة الحكومة. سعادة النائب، ذكرت أن هؤلاء يؤيدون فكر البعث وهم موجودون الآن في الساحة العراقية، من تقصد تحديدا في ذلك حتى لا يلتبس الأمر على المشاهد؟ كثير يا أخي كثر في أعضاء لدينا مجلس النواب، لدينا أعضاء كثر في الساحة السياسية، كل هؤلاء لا كانوا يرفضون التغيير أخي، غير راضين بالتغيير اللي صار. هو هاي مشكلتنا بالعراق، واليوم المنطقة كلها متجهة تجاه التغيير. لماذا علينا ممنوع وليس لنا الحق نحن كأكثرية في العراق أن نمارس حقنا الطبيعي في إدارة مصالحنا؟ حقنا الطبيعي يا أمم نمارس هذا الحق. ليش مو يقولون ليش الآن مو في الدول الخليج الشيعة تابعين للحكومات باعتبار أن الحكومات هم الأغلبية السنية ومشاركتهم أصلا تكاد تكون معدومة؟ في البحرين ليست لهم مشاركة حقيقية. خلنا من المشهد الخليجي، خلنا نتحدث عن العراق، شركاء في مجلس النواب وفي الحكومة وفي كل مكان. طيب فيما يتعلق بالعراق، تعليقك على كلام الدكتور موفق الربيعي الذي ذكر كان هاجس دول الجوار هو انفصال كردستان سابقا، أما الآن فصار هاجسهم من انفصال دولة شيعستان عن العراق،
أعلم أن هناك خلف الأبواب من السياسيين ممن يرى بأن التقسيم هو الحل، وأرى أن من العار علينا كالشيعة أن نحكم العراق 10 سنوات فنقسمه بينما حكمه السنة طيلة 82 سنة ولم يقسموه. هل هناك دعوات من قبل الشيعة أو يسعى الشيعة إلى تقسيم العراق اليوم كما يقول موفق الربيعي؟ لا أحد يزاود على وطنيتنا نحن كشيعة، وعبر تاريخنا ناس وطنيين ونضحي من أجل الوطن. وإذا أردنا أن ننظر لما ذكر أنه السنة حكموا العراق ولم يقسموه، فالسنة حكموا العالم العربي وقسموه، السنة حكموا الأمة الإسلامية والعربية وقسموها إلى دويلات وبعضها محتلة والسنة نائمون مثل القدس يوميا تهتك. موفق الرباعي نائب شيعي في ما لا يعنيني من يقول لا يعنيني من قال هناك مخاوف لا يعنيني من قال السنة يحكمون العرب وقسموا العرب. العشر سنوات حكموا العراقيين وهناك مساعي حقيقية من قبل البعض، بعض السياسيين من خلف الكواليس إلى تقسيم الشيعة كما يقول موفق الربيعي. هذا الكلام لم يقوله السنة، يقوله الشيعة. لا 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 لا, لا. هذا غير أنا قلت هذا غير صحيح. ولو كنا جادين فعلا في أن يقسم العراق لما ذهبنا باتجاه هذا الربط المستمر والدفاع عن محافظاتنا. الذي يسعى إلى تقسيم العراق هم القيادات المرتبطة بمشروع دولي الذين يججون الصراع في الأنبار ويججون الصراع في الموصل ويججون الصراع في صلاح الدين وفي ديالة. تعرف لماذا؟ يريدون أن يصل واقع العراق إلى استحالة من التعايش السلمي حتى ينتقلون إلى المرحلة الثانية، مرحلة التقسيم. والتقسيم لا يمكن إلا أن تكون هنالك أنهر من الدم ترسم عليها حدود العراق. هذا ما يخطط له الصهيوني وهذا ما ينفذه المرتبطون بمشروع القاعدة. الشيعة حريصين على وحدة العراق وحريصين على وحدة المسلمين. وإذا كان يتهمنا هذا الذي يتقول فإن السنة قسموا الوطن العربي وليس الشيعة من قسم الوطن العربي إلى دويلات وأصبح دولة ضعيفة ودويلات دويلات. اتهامات في المقابل إلى بعض المقاومات الشيعية التي جلبت الأمريكان وتحالفت مع الأمريكان وقسمت المنطقة وتسببت ببعض المشاكل. لكن فيما يتعلق بالمشهد العراقي المستقبلي القادم وتحديدا فيما يتعلق في الانتخابات البرلمانية، هل تعتقد سعادة النائب بإمكانية إجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة في موعدها المحدد؟ والله يا أخي إذا تقولون الشيعة جابوا الأمريكان فهي مغالطة واضحة وجريمة كبرى. أنتم تعلمون من أين القواعد الأمريكية وأنتم تعلمون من أين دخلت الجيوش الأمريكية وأنتم تعلمون من فتح الجو إلى القوات الأمريكية وتعلمون من استصدر قرارا. طيب المشهد القادم هذا ظلم وتجني على الشيعة. الشيعة وطنيون عبر تاريخهم. لو تواطؤوا مع المحتلين لحكموا العراق منذ زمن طويل. طيب الانتخابات البرلمانية القادمة هل تعتقد بإجراءها في الموعد المحدد؟ نحن جادون فعلا وذاهبين بهذا الاتجاه والمفوضية تتجه وتم تسليم الأسماء وعطينا فرصة لمحافظة الأنبار عدة أيام بسبب الظروف لتقديم مرشحيهم. وإن شاء الله تعالى ستحسم معركة الإرهاب وسيسحق الإرهابيين وسيلوذ هؤلاء بالانتصار. وسوف تسمع بعد فترة أذكرك، سوف تسمع عندما يتحقق الانتصار سيقولون هذا انتصار صنعته العشائر ولم تصنعه الحكومة، وسيتغنون بهذا الانتصار وسيكونون يحاولون أن يكونون جزءا منه. طيب هل الطريقة اليوم ممهدة للسيد نوري المالكي للترشح لولاية ثالثة جديدة برأيك؟ الشعب العراقي من يقرر، الشعب العراقي وحده من يقرر. إذا ما جاءت الانتخابات بالنتائج الكبيرة وأيده الشعب العراقي فليس للآخرين من خيار إلا أن يقبلوه. الخيار خيار الشعب، الشعب من ينصب حاكمه. عندما ينتخبه الشعب العراقي ذاك الوقت على الآخرين أن يحترموا إرادة الشعب. هل ستتبنى دولة القانون إعادة ترشيح المالكي لولاية ثالثة؟
نعم أنا لا أستطيع أن أتحدث عن دولة القانون، لكن ما سمعته من أعضاء دولة القانون، وأتحدث عن نفسي، أنا من الآن داعم إلى السيد رئيس الوزراء نور المالكي، داعم له في الانتخابات وداعم له أن يكون رئيسا للوزراء، لأنني لمست في هذا الرجل الوطنية والإخلاص والدفاع عن شعبه بغض النظر عن لونه وهويته. وهؤلاء الذين اليوم علاوي وغير علاوي الذين يحاولون إبعاد الجيش من الأنبار، أنا أقول لعلاوي أين كنت عندما دخلت بالجيش العراقي لضرب النجف والفلوجة وهم كانوا يواجهون الاحتلال؟ طيب لم يكانوا يواجهون القاعدة، الفلوجة بأمرتك ضربت والنجف بأمرتك ضربت. طيب نائب اياد علاوي بكل تاكيد لديه ردود على الاشكالات التي طرحتها، لكن بما انك ذكرت السيد اياد علاوي، هو كان له تصريح قبل ايام ذكر فيه لن نسمح باي شكل من الاشكال باستثناء السلاح والعنف ان يترشح المالكي لفتره ثالثه، ولن نكون متفرجين او نصير جزءا من هذه المسرحيه الهزليه. تعليقك على هذا الكلام، لن يسمحون بترشح المالكي للولايه الثالثه باختصار شديد قبل ما اطلع الى الفاصل. يا أخي هي هذا يكشف عن حقد شخصي، هذا يكشف عن ضيق صدر، ضيق أفق، عدم رؤية واقعية. يا أخي من يقرر؟ أنا أسأل العالم الذي يسمعني اليوم، من يقرر، علاوي أو الشعب العراقي؟ إذا من انتخب المالك الشعب العراقي فليس لعلاوي ولا لأمريكا ولا للعالم أن يمنعه، وإذا من انتخبه الشعب العراقي فلا علاوي ولا غير علاوي ينصبه. من يقرر هو الشعب العراقي إخوان، لست أنا من أقرر، ولا أنتم ولا علاوي ولا العالم. الشعب العراقي إذا من انتخب المالكي ذلك الحين هو من يقرر أن يكون حاكمه، الشعب من يقرر ليس علاوي. طيب الجناح المتشدد في ائتلاف رئيس الوزراء هم من يدفع المالكي لاتخاذ مواقف لا تصدق أن المالكي قد اتخذها، ويبدو أن صقور دولة القانون لهم الصوت المسموع أكثر من أي صوت آخر. هؤلاء الصقور سيدمرون ائتلاف المالكي. بعد الفاصل القصير سأتحدث عن صقور دولة القانون. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذا الفاصل الأخير مع ضيفي من العراق عضو ائتلاف دولة القانون النائب الشيخ عدنان الشحماني. سعادة النائب، فيما يتبقى لنا من الوقت ودي أعرج معاك على بعض القضايا. في البداية موضوع غياب الرئيس جلال طالباني عن المشهد العراقي، البعض يعتبر أن المستفيد الأكبر من هذا الغياب هو رئيس الحكومة سيد نوري المالكي، وهذا تصريح عضو ائتلاف متحدون النائب محمد إقبال، ذكر أن غياب الرئيس جعل الحكومة تسيطر على جميع الصلاحيات التنفيذية، فانزلقت العملية السياسية نحو الهاوية، وأصبحت المواجهة خطيرة بين الحكومة والبرلمان. غياب طالباني استفاد منه المالكي، هل كلام دقيق؟ يعني نسأل الله العافية لفخامة الرئيس ويعود معافى إلى مكانه. والله يا أخي مو إحنا مرضنا طلباني، الله سبحانه وتعالى يعني مرض، إيش بدينا عليه إحنا حتى يصير دولة القانون؟ وإذا عندهم حل وبديل مرحبين إحنا، إذا الأخوة الكرد يريدون يضعون بديل مكان رئيس جلال ما عندنا مشكلة، وإذا هم الأخوة السنة يقدرون يتفقون مع الكرد ويأخذون هذا الاستحقاق إحنا ما عندنا مشكلة بهذا الاستحقاق. يعني فالقضية يعني كل شيء شماعة صارت تعلق عليها المالكي، يتمرض الرئيس المالكي، تجي داعش للعراق المالكي، يختلفون سياسيا المالكي، ما يحققون طموحات عالية المالكي، هاي شماعات ما لها معنى. يعني ايش بدينا عليه؟ والله مرضه ما اعرف، ما عندي جواب على هذا اكثر. طيب من هذا الكلام الغير منطقي. طيب اذا اردنا ان نتحدث اكثر عن المكون الشيعي العراقي اليوم، كيف تصف حال التحالفات السياسية الشيعية اليوم في العراق سعادة النائب؟
أولا يا حبيبي، هو هذا ما هذا نتاج الديمقراطية، للإنسان له الحرية أن يأتلف مع من ويتفق مع من، وهذا فيه دلالة على أنه العراق بلد ديمقراطي وليس كما يصورون أنه المالكي دكتاتور وحاكم الجميع. ديمقراطي بدليل يوميا يختلفون ويعترضون ويتحركون ويشتمون حتى دون أي موقف، وإعلام اليوم العراق إعلام حر، لا يوجد في المنطقة العربية على الإطلاق إعلام مثل إعلام موجود في العراق، بل حتى في أوروبا وأمريكا لا يوجد إعلام بهذا الشكل يشتم بالرئيس يوميا وينتقد ويسيء ويكذب ويشوه ولا أحد يتعرض له. هذه الديمقراطية إفرازاتها، المكون الشيعي له حرية الانتخاب من ينتخب والمكون السني كذلك، وعندما نذهب إلى الائتلافات والتحالفات لكل مكون مع ما يمتلك من نسبة من رصيد مرشحين ومنتخبين له يأخذ استحقاقاته. طيب العملية السياسية أنا أتحدث عن هذا القضية من خلال قناتكم الكريمة، أنا أتحدث عن هذا تحديدا هذه التحالفات، هل هناك حالة استقرار تشوب هذه التحالفات أم حالة من عدم الاستقرار اليوم في المكون الشيعي الشيعي؟ طبعا لا، هو أي يعني هو أي بلد طبيعي اليوم يمر بهذه التغيير الجديد، سياساته غير مستقرة طبعا وطموحات موجودة لدى المكونات السياسية سواء سنية أو شيعية، فبالنتيجة هي محكومة بالضابطة. يعني اليوم القانون العراقي الانتخابي عنده ضابطة حاكمة الجميع، لدينا مجلس نواب عدد مقاعد، الحكومة موزعة بموجب هذه النقاط والمناصب السيادية الثلاثة، رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، رئيس الوزراء، كذلك محكومة بهذه النسب. تعالت نام هذا واضح، أنا أتحدث عن المقعد الشيعي فإذا تحديدا. ما بي هو الشيعي الشيعي كذلك. طيب الشيعي عندما يأتي بمقدار من المقاعد كلام النائب بمقدار من هذا. طيب إذن بماذا تعلق على كلام النائب عبد المهدي الخفاجي الذي تحدث عن وجود صراعات بين مكونات التحالف الوطني، تحدث بصراحة عن صراعات داخلية؟ لا، هي خلينا مو نسميها صراعات يا أخي، خلينا نسميها تنافسات على المركز السياسي. كل حزب اليوم الشيعة مكون، وهذا المكون فيه أحزاب وقوة سياسية، كل قوة سياسية اليوم كل حزب بالعالم عنده طموح يروح يصير رئيس وزراء حتى يحقق مكاسب أكثر لحزبه أو يحقق نظريته اتجاه خدمة شعبه، فبالنتيجة تنافس على رئاسة الوزراء، هذا الذي هو ينعكس على الخطاب وينعكس على الأداء، كل بحسب فهمه وذوقه. إذن هناك تنافس داخلي شديد على الوزراء بتشويه رئيس الوزراء. طيب إذن هناك تنافس لا تشويه رئيس الوزراء. طيب هل هناك تنافس شديد اليوم داخلي بين مكونات التحالف الوطني على رئاسة الوزراء؟ طبعاً تنافس مش طبعا تنافس طبيعي ومشروع ونحترمه، ونقول للقوى السياسية الشيعية من يأتي بالرصيد الأكبر ودعم الجمهور الشيعي أكثر يذهب ويرشح نفسه. طيب البعض يقول أن هذا التنافس التي تحكم. طيب البعض يقول أن هذا التنافس ولا نعم البعض يقول أن هذا التنافس نعم سيؤدي في النهاية إلى انهيار التحالف الوطني الذي يضم بين طياته مجموعة من المكونات الشيعية، وهذا كلام في إحدى الصحف العربية ذكر أن خلافة المالكي تشعل الصراع داخل البيت الشيعي، وأن التنافس الشيعي الشيعي على منصب رئيس الوزراء بدأ مبكرا وجاء بعد انهيار التحالف الذي ضم أغلب القوى السياسية التي مثلت ما كان يعرف بالبيت الشيعي لتدخل في مرحلة سياسية جديدة. يعني أنا أشوف هذا الكلام مبالغ به، يعني أنت أعطيني دولة بالعالم ديمقراطية انتخابية ونظامها برلماني لا تتنافس على طول السنوات الحكم، تتنافس على إما تثبت نفسها في الحكم وتكسب جمهور أكثر أو قوة معارضة تحاول تسقط الحكومة وتكون بديلة للحكومة، هذا تنافس طبيعي، إلوش عندنا يعني مبالغ به بهذا الشكل؟ لكن أنا أقول الاختلاف على آليات التنافس، بعض الأحيان آليات التنافس تخرج من التطور الطبيعي والمنطقي والعقلائي، هو هذا الذي يحصل، ولا هي مسألة طبيعية في كل دول العالم، أما أن هذه الدول بعض الدول العربية لأنه ليس فيها نظاما ديمقراطيا وانتخابيا تستهجن هذه الأشياء، ولا الدول الديمقراطية أبدا لا تستهجن هذه الأشياء. كيف تصف العلاقة اليوم بين الائتلاف أو التنظيم التيار التي تنتمي له جناب الشيخ مع المجلس الأعلى الشيعي في العراق اليوم؟
يعني أنا شخصياً أنتمي إلى كل العراقيين بشكل عام، أنتمي ومع الفكرة الوطنية الحقيقية التي تجمع أبناء الشعب العراقي، وعلاقتي طيبة بالمجلس الأعلى الإسلامي، وعلاقتي طيبة بكتلة الأحرار، وعلاقتي طيبة بكثير من أعضاء العراقية، وعلاقتي طيبة بكثير من الكردستاني وكتلة دولة القانون بشكل عام. مع هذه الصراعات التي يتحدثون عنها تجمعها علاقات جميع طيبة مع أغلب تلك الكتل. وبالمناسبة أحيانا تجد على الإعلام خلاف ما تجده خلف الكواليس، يعني هنالك مساحة من التفاهم والتواصل. وعندما نسمع بعض الأخوة النواب للأسف الشديد في جلساتنا الاعتيادية نسمع كلام جميل جدا، لكن نتفاجأ أن نسمع خلاف ذلك في الإعلام. طيب، إذن ماذا تعلق على كلام إذا ما انتقلنا إلى مكون آخر داخل التحالف الشيعي وهو التيار الصدري؟ وهناك تصريح قبل بضع أسابيع نقل على لسان السيد مقتدى الصدر، ذكر أن الوضع ينبئ بأن وصول المالكي لا يكون إلا بدعم من التيار الصدري، وهذا الأمر غير وارد بأجندته، على المالكي ترك الولاية القادمة لأهلها. البعض يعتبر هذا التصريح المنسوب إلى السيد مقتدى الصدر دليل على حالة التأزم التي يعيشها المكون الشيعي اليوم في العراق. لا، يعني أنتوا ليش سموه تأزم؟ يا اخي ما عندهم طموحات الاخرين، شنو المشكله؟ لا، هناك فيتو اليوم، هناك فيتو صدري على المالكي حسب ما يقول السيد فلان. اليوم اختلفت وجهه نظري، هو حتى على المالكي، يعني ليش يسموه تأزم؟ بعدين بالسياسه ماكو قطعيات يا اخواننا يا احبتنا، باكر نتائج الانتخابات تفرز نتائجها، بعد ان تفرز النتائج تعرض الاستحقاقات، ولعله تتغير وجهات النظر بموجب الاستحقاقات. اليوم القوى السياسية تذهب إلى الحكومة من أجل استحقاقات، وهذه الاستحقاقات تريد بها خدمة الشعب من جهة، ومن جهة أخرى تقوم نشاطها السياسي والحزبي. فهذا كله يسير ضمن إطار الطبيعي جدا، وسيتفق الشيعة وسيتفق السنة وسيتفق الكرد. إذا بماذا تفسر هذا التصريح المبكر لسيد مقتدى الصدر؟ لا بأس، انتخابي، من وجهة نظر انتخابية يعتقد أن إذا كان هنالك أمل لدى الجمهور أن المالكي سيعود في دوره فسيكون التصويت له أكثر، وإذا ما أيس الشعب أن المالكي لن يكون في دورة ثالثة فسيكون نسبة تصويته تقل العفو. فهذا من وجهة نظر انطلق بها سيد مقتدى، ومن حقه. طيب، يمتلك كتلة برلمانية وينطلق من امتلاكه لهذه الكتلة النيابية. طيب، فيما يتعلق ائتلاف دولة القانون، إذا ما أردنا أن نتحدث بشكل سريع عن ائتلاف دولة القانون، البعض يعتبر أن هناك خلافات داخلية داخل ائتلاف دولة القانون، وكان أحدثها انسحاب القيادة السابق في الائتلاف عزة الشابندر، والذي كان له تصريح ذكر فيه أن ائتلاف دولة القانون تحول مشروعه من الوطنية إلى الطائفية. يعني هذا كلام مو دقيق، يعني هاتوا برهانكم نقول لهم إن كنتم صادقين، أعطونا موقفا واحدا صدر من كتلة دولة القانون فيها طائفية، خطابا واضح فيه طائفية، فيه تهميش إلى الآخر، لكن كل واحد إلى وجهة نظره ويعبر عن وجهة نظره، ونتمنى أنه الذي يريد أن يدخل في فضاء الوطنية لا ينطلق من تأسيس الطائفية. يعني للأسف الشديد كل من يريد أن يخرج إلى فضاء الوطنية بشكل أوسع يحاول أن يتهم جهة ما بالطائفية حتى يقول للآخرين أنا الوطني وغيري ليس بوطني. مو هكذا تقدر الأمور يا أخوان. من يؤمن برؤية دولة القانون أو أي مكون آخر يذهب ويقول أنا أؤمن برؤية هذا المكون أو لي رؤية أخرى أنا أنطلق منها. طيب، دون الإساءة إلى الآخر والتشويه. طيب، بعدين عندنا شعب واعي ومدرك وإعلام مفتوح، ويقرر هو الأيام المقبلة سيقرر. طيب، هو مع من، وإذا كان الصوت الأكثر للكيان الأكثر أو الحزب الأكثر على الآخرين أن يحترمون هذا الصوت الشعبي. طيب، يعني عندما يمتلك المالكي البعض يعتبر 89 مقعد، يعني على الآخرين أن يحترمون هذا الرقم. نعم، البعض يعتبر أن هناك صقور وحمائم داخل ائتلاف دولة القانون، وهذا كلام للكاتبة العراقية هايدا العامري التي ذكرت أن الجناح المتشدد في ائتلاف رئيس الوزراء هم من يدفعون المالكي لاتخاذ مواقف لا تصدق أن المالكي قد اتخذها، ويبدو أن الصقور دولة القانون لهم الصوت المسموع أكثر من أي صوت آخر، هؤلاء الصقور سيدمرون ائتلاف المالكي. هل بالفعل هناك صقور، وأحد أبرز هؤلاء الصقور في ائتلاف المالكي هو الشيخ عدنان الشحماني؟
يعني طبعا هذا الوصف احيانا يصدر من محلل، والمحلل له وجهة نظر، وانا انتمي الى هذه القائمة واعبر عن وجهة نظري وقناعاتي الوطنية بشكل واضح وصريح امام الاعلام وفي المجالس الخاصة. ما اقوله الان امام هذه الشاشة انا اقوله في اجتماعاتي مع دولة رئيس الوزراء ومع كتلتي التي انتمي اليها، وليس لنا مقولة اخرى داخلية او خارجية، كل ما نتبناه هو نقوله في الاعلام. ومفهوم ان الصقور يضغطون على المالك ويؤثرون، هذا كلام غير دقيق. المالكي رجل ذو تجربة جيدة جدا، ونجتمع به ويجتمع بنا ونسمع منه ويسمع منا، ودائما نخرج برؤية وطنية منسجمة، ولا توجد مواقف من المالكي لا تصدق انها خارجة من المالكي. اولا دعونا ان نثبت ان من المالكي خرجت مواقف غير منطقية لا تنسجم مع شخصيته الوطنية حتى نقول من ورائها هؤلاء. اعطونا موقفا واحدا خرج لا ينسجم مع شخصيته الوطنية حتى ننسبه لغير المالكي. بشكل سريع جدا، نائبة عن كتلة الأحرار النيابية السيدة زينب الطائي ذكرت أن ائتلاف دولة القانون وخاصة حزب الدعوة الإسلامية أفلسوا سياسيا في الشارع العراقي، والدليل على ذلك نتائج انتخابات مجالس المحافظات، إضافة إلى الفشل الكبير للملف الأمني والاقتصادي ودعم المفسدين. يعني هسه خب هذا خطاب هم سياسي، من يقرر انه فشلوا او لم يفشلوا، ومن يقرر انهم بقيت لهم قاعده او لم تبقى قاعده؟ الانتخابات، أليس بالغد قريب، وستثبت الأيام من هو الأقوى في الساحة ومن هو مع الجمهور ومن يدعمه الجمهور العراقي. وأما أنه في مجالس المحافظات هذا كلام غير دقيق. خسرت دولة القانون، دولة القانون لم تخسر مقاعده. اذهبوا واحسبوا النسبة التي كانت في مجلس النواب ومجالس المحافظات، ستجدوها نفس النسبة التي حصلت في مجالس المحافظات التي حصلت الآن. ومجلس النواب والأيام المقبلة القادمة ستثبت ما نقول، وسيقول مقولة الشعب العراقي، ونحن نحترم مقولة الشعب العراقي. إن لم يكن يؤمن بنا نحن دولة القانون كتلة نمثله، نحترم رؤيته ونحترم الكتلة التي يدعمها الشعب العراقي. طيب إذا فيما تبقى من الوقت، يعني بدقيقة أو دقيقة ونصف، بأرجع إلى تعليقك كان لك في أكتوبر الماضي سعادة النائب، وذكرت فيه أن العراق يشكل محور مهم في تركيبة محور الممانعة السوري اللبناني العراقي. هل لا زال العراق اليوم يشكل عمود فقري في هذا المحور، المحور الممانع الذي اسميته؟ أنا بكل فخر واعتزاز، العراق هو العراق تاريخيا وحاليا والمستقبل، والعراق أينما يكون محورا مع كل الضربات القاسية التي توجهت له عالميا وداخليا، سيكون الرقم الأصعب في المعادلة في 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 المرحلة القادمة. ولا نتنكر أننا جزء حقيقي، ولكني لم أقل أننا مع محور، لم نكن، نحن لذاتنا محور العراق، العراق لذاته محور، حقيقته ورأيه واضحا، ليس مرتبط بمحور سواء كان محور الممانعة أو محور الآخر. هسه المحور الآخر الذي هو يؤجج الصراع الطائفي لسنا منه بل ضده يقينا، منسجمين بعض التوجهات في محور الممانعة. نعم نحن مع نتبنى كثير من القناعات لأنها منسجمة مع قناعاتنا، لا لأنها مع، وإنما لأننا نريد أن نحيد بوضعنا، ولا نريد أن نتدخل بشؤون الدول الأخرى حتى لا يتدخل أحد بشأننا، ونريد لسوريا الحرية والكرامة والديمقراطية، لا نريد أن تقع تحت قبضة هذه الفصائل المسلحة. واليوم خير شاهد ودليل على ما نقول، الجيش الحر الذي مصلحته أن يسقط النظام السوري أصبح اليوم ذاق ذرعا بداعش ويقاتل داعش، يعني لم يتمكنوا من إلى الآن من إسقاط الحكم وذاقوا ذرعا بهذه الفصائل المسلحة. طيب. فما بالك إذا هذه الفصائل المسلحة حكمت سوريا، ماذا ستفعل في المنطقة؟ وكان موقفنا واضح من هذه الفصائل، ولذلك قالوا مع محور الممانعة. نعم نحن محور الممانعة لذاتنا، لكننا لسنا مع محور آخر. أنا وصلت إلى ختام الحلقة معك سعادة النائب، بكلمة أخيرة بنصف دقيقة توجهها إلى مشاهدين برنامج المنصة عبر قناة الكوت، ماذا تقول لهم؟
أنا أوجه تحية طيبة لكل مشاهدي قناتكم وقناتكم الكريمة وكادرها، وخصوصا أنت مقدم برنامج رائع، وأقول أخوتي أحبتي العرب والمسلمين أينما كنتم، المؤامرة كبيرة علينا، الكيان الصهيوني ينعم بالسلام، وشعبنا المسلم العربي في كل مكان يحترق ويقتل ويجوع ويشرد ويجهل، وهذا بيد مجموعات ومؤسسات داخلية مرتبطة بالمشروع الصهيوني. علينا أن نصحى، علينا أن نعي، علينا أن ننتبه أن المستهدف أنت أيها العربي، أنت أيها المسلم، أنت من يراد قتلك وتجهيلك، وينعم بالسلام الكيان الصهيوني، وتحفظ المصالح الأمريكية والدولية على أرضك. طيب، عليك أن تنتبه إلى المؤامرة، وليس من مصلحتك أن تحمل السلاح بوجه أخيك المسلم وتكفره وتقصيه وتبعده عن أرضه. الكل مستهدف أحبتي العرب من هذا الكيان الصهيوني ومن أصحاب المصالح في هذه المنطقة، واحذروا العملاء المرتبطون بهؤلاء، أنهم لا يريدون لكم ولا لأمتنا الإسلامية والعربية الخير. شكرا، عضو ائتلاف دولة القانون وعضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي النائب الشيخ عدنان الشحماني على قبولك الدعوة وتشريفك لنا في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام، الإعادة غدا الأحد الساعة 3:35 عصرا، وموعدي القادم معاكم الساعة 10 يوم السبت الجاي. في أمان.